لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. حقيقة وفاة مودي الأسمر، وهنعرف إيه هو مرضه وأهم المعلومات عنه. تابعوا معنا الفيديو للنهاية علشان تعرفوا كل التفاصيل. برز العديد من النجوم الشباب في الوطن العربي الذين استطاعوا أن يستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب وغيرها، فحققوا شهرة واسعة وكسبوا محبة الجماهير من خلال تقديمهم لأنواع مختلفة من المحتوى. ومن بين هؤلاء كان مودي الأسمر الذي عرف بنمطه الكوميدي، فهو من هؤلاء الشباب. مودي الأسمر هو شاب سعودي الأصل يبلغ من العمر حوالي 30 عاما، حيث أنه من غير المعروف تاريخ ميلاده بشكل دقيق، وكل ما يعرف عنه أن اسمه الحقيقي هو محمد عبد اللطيف. ومع ذلك تمكن مودي من أن ينال شهرة كبيرة طالت مختلف دول الوطن العربي من خلال تقديمه لمحتوى ساخر وكوميدي على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما قناته على اليوتيوب التي يتابعه عليها كم هائل من الجماهير. تمكن مودي الأسمر من الدخول إلى عالم التمثيل، وذلك من خلال دوره الأول من نوعه في المسلسل السعودي الكوميدي شباب البومب، حيث تناسب هذا العمل مع شخصية مودي بكونه مسلسلا كوميديا، وهذا ما مكنه من أن يثبت جدارته ويلفت الأنظار إليه بأداءه المميز، حيث ظهر الأسمر إلى جانب عدد كبير من نخبة الممثلين السعوديين، منهم فيصل العيسى وعبد العزيز الفريحي وماجد الربيعان ومهند الجميلي وغيرهم. ما قصة مرض مودي الأسمر وأول ظهور له بعد الوعكة الصحية؟ تصدر منذ ساعات الصباح الباكر أول ظهور للشهير مودي الأسمر على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تضامن عارم من آلاف الأشخاص على حالته الإنسانية الصعبة. ووضعنا لكم في هذا الفيديو صور لليوتيوبر مودي الأسمر، وهي أحدث صور له بعد تعرضه لمرض في القلب بسبب التدخين. ويعاني مودي الأسمر من اضطرابات في القلب والرئة منذ فترة بسبب التدخين، حيث مكس على سرير المرض أسابيع عدة داخل أحد المشافي في الكويت، وخضع لرقابة علاجية من الأطباء. مودي الأسمر اسمه الحقيقي محمد عبد اللطيف، ولد في دولة الكويت، وكثير من الناس يظنون أنه كويتي ولكنه في الحقيقة سعودي الجنسية. وقد حرص الكثير من زملاء مودي الأسمر على دعمه، حيث علق حساب أبو خالد يسلم عليك خارج من الشر، والله يجعله تكفير ذنوب وخطايا يعين أخوك، وفترة وترجع حصان بإذن الله. وعلق آخر، اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شاف المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم البسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية. وقال آخر، أسأل الله العلي العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، يا منزل الشفاء ويا مجيب الدعاء، يا من تستجيب دعاء البائس الضعيف، أنزل شفاءك على جسده وأرح نفسه وأغرس العافية في جسده يا رب العالمين. وقال آخر اليوتيوبر مودي الأسمر،
تكلم قبل فترة إنه أصابه مرض القلب بسبب التدخين، وكان يوجه رسالة للجميع لعل يسمعها أحد ويطبقها. هذا الشيء الخبيث اللي تستخدمه اليوم جالس يدمرك من الداخل بدون ما تنتبه، حتى إنه قال ندمت على كل لحظة دخنت فيها، وبإذن الله بتكون بداية تغيير بالنسبة إلي، وأتمنى تكون نقطة تغيير لكل شخص يدخن، والله يجعلها بميزان حسناته. أسأل الله أن يلطف بحاله وأن يشفيه وأن يعافيه وأن يجعل ما أصابه كفارة لذنوبه. لا تنسونه من دعاكم. مودي الأسمر هو جيمر وفلوجر سعودي محبوب، اكتسب الشهرة من خلال براعته في لعبة نداء الواجب ثم فورتنايت. علاوة على الجيمينج، فقد قام بتوثيق العديد من الفلوجات ومقاطع التحديات الغريبة والمجنونة، بالإضافة إلى المسابقات التي أجراها. على الرغم من تأسيسه لفريق أسمر إلا أنه غادره وانضم لاحقا لفريق باور. بدأ مودي الأسمر سنة 2009 كول أوف ديوتي 6 في قناة أخرى سابقة له، إلا أنه أنشأ قناة أخرى وهي قناته الحالية والتي أصبحت الأساسية، وحقق الشهرة من خلال الجيمينج والفلوجات المميزة. في بداية نشاطه على اليوتيوب تخلى عنه الكثيرون، حتى أنه فكر في اعتزال صناعة المحتوى، ولكن اليوتيوبر أبو سلو وقف بجانبه ودعمه، حيث ظهر في فيديو اسمه عودة مودي، ووصل مودي ل 14,000 مشترك سنة 2012 في نوفمبر، حيث شكر المتابعين أثناء لعبه لعبة سيارات. حقق بعدها أكثر من 40,000 مشترك، وفي سنة 2014 في شهر فبراير وصل بعدها لمليون مشترك. في سنة 2017 في شهر أكتوبر ونشر فيديو أظهر كمية فرحته وسعادته مع أصدقائه وردت فعلهم على هذا الإنجاز في احتفالية كبيرة. على الرغم من شهرته الكبيرة إلى أنه تأخر حتى وصل لثلاثة مليون مشترك، حيث حقق ذلك سنة 2022 في يونيو، كان حينها ضمن فريق باور. تعرض سنة 2021 لأمر غريب لأول مرة يحدث معه، حيث شعر بضيق في النفس وحرارة عالية وكأنه يتنفس من خرم إبرة. انتقل بعدها للمستشفى حيث بقي ليلتين هناك، شعر أنه على ما يرام وطلب منه الأطباء البقاء لفترة إضافية حتى يطمئن عليه بالكامل، إلا أنه رفض، ولكن سرعان ما عاد للمستشفى بنفس القصة وأجرى له الأطباء تنظير هضمي علوي، حيث تعرض للتخدير العام لأول مرة في حياته ووجدوا عنده مشاكل بالمعدة، إلا أنه سرعان ما استعاد عافيته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.